ازيكم يا بنات والشباب يا حلوين، انا شيري ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن كل المنتجات المصريه اللي انا جربتها لشعري وعجبتني. طبعا الفيديو ده كان بناء عن طلبكم، بس الفيديو ده طلب مني على تيك توك، يعني في بنات كتير بعتت لي على تيك توك ان هي عايزه المنتجات المصريه المحليه اللي احنا يعني بنصنعها هنا، واتكلم عنها بالنسبة للشعر والبشرة والجسم والكلام ده. وطبعا برضو هيبقى فيه فيديو عن منتجات محلية تانية، مش بس منتجات يعني اللي هي البشرة والشعر، بس هيبقى فيه حاجات تانية، بس مش عارفة الفيديو هيكون قريب ولا لا، بصراحة على حسب الظروف. المهم النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات حلوة جدا للشعر. اول حاجة بديل الزيت بتاع الويفا. بديل الزيت ده حلو وجميل، بس هو مش بيعالج، ده بيرطب وترطيبه على قده. لو احنا عايزين نزود الترطيب بتاعه نقدر ان احنا نحط بعده زيت زي زيت بذور كتان او زيت خروع، زيت جوز هند، زي ما انتوا حابين، بس دايما انا بفضل زيت بذور الكتان لان ترطيبه اعلى زيت في الزيوت كلها وسعره كمان طبعا مش غالي. تاني حاجة كريم التصفيف بتاع كرياتين، ده طبعا ريحته حلوة جدا وبيدي ترطيب حلو، وبرده بعده تقدروا ان انتوا تستعملوا اي حاجه عندكم زيت، هو تقيل شويه مش خفيف، فيعني ترطيبه برده كويس وحلو، والافضل ان انتوا تستعملوه على شعر يكون مندي شويه. بعد كده الليفين كونديشنر بتاع بلاس، برده ده منتج مصري، ده جميل برده وبيرطب، وده ينفع كمان للاطفال، وهو بزبدة الشيا ومفيش فيه مادة الصالفيت ولا السيليكون طبعا ولا البارابين، وترطيبه كويس. تقدروا ان انتوا تستعملوه بعده، تستعملوا كريم تقيل زي كريم التصفيف، بس مش بعده على طول، يعني تستنوا كده شوية وبعد كده تستعملوه، وبعد كده تستعملوا زيت او زي ما انتوا حابين. لو انتوا عايزين الزيت في النص مثلا، يعني تستعملوا حاجة خفيفة كونديشنر ليفين كونديشنر وبعد كده زيت وبعد كده ليفين كريم، برضو تمام زي ما انتوا حابين. بعد كده زيت الخروع بتاع امتنان، وانا شايفة ان امتنان من احسن الناس اللي بتعمل زيوت في مصر. طبعا الزيت ده طبعا ما بنستعملوش لوحده، بنستعمل معاه زيت جرجير، الاتنين مع بعض بيدوا كثافة للشعر حلوة جدا جدا جدا، ويعني انا دايما بكلمكم ان امتنان يعني زيوت وعسل نحل طبعا واعشاب. بعد كده الشامبو بتاع هيرميكس، ده من احلى الشامبوهات اللي انا جربتها المصريه الطبيه، شامبو طبي في ماده الكافيين، مفيش فيه ماده الصلفيت، بيعالج القشره، بيرطب الشعر، بينظف الشعر، مش بينشف الشعر، مكتوب عليه انه بيساعد في منع تساقط الشعر، وده طبعا عن تجربه فعلا كان حلو قوي قوي قوي، فده من احلى الشامبوهات اللي انا جربتها الفتره الاخيره وفعلا كان جميل قوي. بعد كده في كمان الشامبو بتاع الوئيفا، الشامبو ده برضو جميل جدا، بس ده بقى حاجة تجاري، شامبو ترطيبه حلو بينظف الشعر بيرطبه، وشامبو كريمي، فخلي بالكم لو انتوا شعركم دهني بلاش ان احنا نستعمله، هتبقوا محتاجين حاجة تكون جل شوية زي تريزيمي، لكن الشامبوهات الكريمية بتبقى عايزة مش فروة شعر دهنية خالص خالص. بعد كده في كمان من الشامبوهات بس مش هتلاقوه كتير، الشامبو بتاع بلانس، الشامبو ده برضو شامبو كريمي وترطيبه حلو جدا وبينظف ويرطب الشعر وجميل قوي، وسعره برضو مش غالي وهتلاقوه بس مش كتير للأسف، بس برضو موجود واحتمال كبير تلاقوه في رويال هاوس، لو ما لقيتوش في رويال هاوس مش عارفة بصراحة احتمال تلاقوه فين تاني. بعد كده كمان حمام الكريم بتاعهم، ده حمام الكريم بتاعهم برضو كان حلو جدا، بس اللي هو النوع ده الاكسترا فوليوم بس اللي عجبني، يعني في انواع تانية انا مجربتهاش، بس بلانس عموما انا عجبني منهم البلسم والشامبو حمام الكريم، لا سوري مش البلسم، الشامبو حمام الكريم والسيرم، البلسم اللي كان بزبدة الشيا بتاعهم كان سيء جدا. من الحاجات برضو اللي بتعالج الشعر الامبولات بتاعة الهيرماكس اللي بتعالج التساقط وبتساعد ان هي بتدي فوليوم للشعر كثافة وبتساعد في تطويل الشعر فعلا، الامبولات دي يا جماعة بنحطها على شعرنا وهو ناشف ومش بنغسلها تمام، وطبعا بيكون الشعر نظيف، ما ينفعش الشعر يكون مش نظيف ابدا، وبلاش الحركة بتاعت ان احنا نفضي الامبولات كلها في ازازة
ونقوم حاطينها على شعرنا بالتدريج عشان نوفر والكلام ده، لان الامبولات المادة الحافظة اللي فيها والمواد الفعالة بتاعتها بتخلص مع الاستعمال من اول مرة، فمحدش يعمل الحركة بتاعت انه يفك الامبولات ويحطها في حاجة، لان دي حاجة غلط. حتى كمان شفت حد كان بيعملها في ماسكات البشرة. على العموم الامبولات دي جميلة جدا وحلوة جدا، وده منتج برضو مصري وسعره يعني مش رخيص، بس هي تستاهل برضو. بعد كده الليفين كريم بتاع بلاس برضو من الحاجات المشهورة جدا للشعر الكيرلي بالذات، بيثبت الشعر بشكل كويس، بيحافظ على الشعر من الهيشان، مش بيرطب طبعا الشعر قوي، ما نقدرش نعتمد عليه في الترطيب، بيتحط على الشعر وهو مبلول او مندي، مش مبلول، مبلول مندي. انا انصح ان هو يكون بعد ليفن كونديشنر، يعني يكون بعد حاجه تكون اخف منه. لو انتوا عايزين نصيحتي، لو انتوا مش عايزين براحتكم يعني، او اي كريم خفيف، لانه هو تقيل شويه على الشعر، فهو عايز حاجه اخف. لو انتوا حابين اعملوا يعني اللي انا بقولكم عليه، هيساعد شعركم ان هو ما يهش جامد. بعد كده الجل ده، للأسف الجل ده مش موجود، مش موجود خالص، انا حاليا عمالة ادور عليه مش لاقياه، وانا جبته من عند رويال هاوس زي ما قلت لكم، انا كنت لقيت منه 2 بس، اسمه كيرا، انانو كيرا، وده كان جل مصري وتحفة بجد، تحفة تحفة. مش عارفة ازاي مش مشهور، ومش عارفة يا جماعة ليه الشركة دي مش منتشرة، وليه ما عندهاش منتجات كتير، وليه منتجاتها مش بنلاقيها بسهولة. هو المنتج مش رخيص، بس كان حلو، كان بيرطب الشعر وكان بيخلي شعري ناعم، وما كانش بينشف شعري، ما فيش فيه كحول، ما فيش فيه حاجات ضارة، مكتوب عليه انه ما فيش فيه مادة الصافيت، ومنتج مصري، فبصراحة هو يستاهل ان هو يتشاف وتعمل له دعاية اكتر من كده بكتير، بس مش عارفة ليه الشركة مهملة في التسويق بتاعه. بعد كده حمام الكريم بتاع حراز، بص هو كويس بس هو مش احسن حاجة، وهو مش بنستعمله على فروة شعر، هو بنستعمله على الشعر نفسه كحمام كريم، هو مكتوب عليه انه ينفع تحطوه على فروة شعركم، وبيغذي فروة الشعر وبيمنع التساقط وحاجات كده. يعني انا ما انصحش ان هو يبقى على فروة الشعر، انصح ان هو يكون على الشعر نفسه. في ناس قالت لي لا ده معمول من حاجات طبيعية وكلام كده، فزي ما انتوا حابين، انا شايفة ان هو لا بيتحط على الشعر بس. بعد كده كريم الشعر بتاع بانسينول، بصوا هو حلو وكويس وبيرطب وجميل وكل حاجة، بس زي ما قلت لكم هو يعني العيب في ان الشركة ما بتكتبش كل المكونات، فيعني مش حاجة الطف حاجة قوي، بس هو ترطيبه كويس، بيتحط على الشعر مندي شوية بس. يا جماعة هو مش بيتعمل بيه ستايلنج للشعر، هو بتحطوه كده على الشعر، ما انصحش ان هو يتحط على الفروة، لان احنا ما نعرفش يعني لو 100% امان على الموضوع ده ولا لا، بس على الشعر نفسه بيرطب. على اطراف الشعر كنت بحطه كان حلو جدا، وكنت بحطه على شعري طبعا وهو مندي شوية، وبعده كنت بحط نقطتين زيت بذور الكتان كالعادة، كان بيدي ترطيب حلو قوي. وبس يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة عن كل منتجات الشعر الحلوة المصرية، واستنوا برضو منتجات للجسم وحاجات تانية وحاجات للبشرة هتكون قريب. وبس كده، اشوفكوا على خير، فيديوهات تانية كتير.